خوري بقى كتمول جيش البلاكي. شي واحد كيبغيو فيه الخدمة تيقول يتعب معانا ولا عندك العسكر. لي فار لي فار غتلعب معانا ولا عندك أو تيعطيو لو سي بي والجمهور تا هو اللي خصو يتطور. الجمهور تا هو فهمتي الاخوان. الرجاء نهار بدات كتدير الشعارات كان الجمهور ديال الرجاء جاي داخل التيران ملعب الشرفي والجمهور بدا داري داري الرجاء جاية. الجمهور بدا بهذه الطريقة ديال الرجاء كيقولها دقة دقة فهمتي. والوداد ماشي فرقة الرجاء كتلعب دقة دقة كتبغي تدخل بها الشبكة ماشي دوك البيوت ديال بريطانيا طوعها وكلشي. الرجاء كتبغى دابا لي زيد معروف بهذه الطريقة كتدخل وسط الكاري وباغي يماركيها بالفن كيقولوا الرجاء فرجاء. الوداد دخلوا البراك واحد العام البراك تيقول واك 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 لاحوا البراك في التيران. الدفاع العدو الجديدي كيقولوا دكالة كيرسوا ترابيهم بالقرعة القرعة بترابيهم دخلوا القرعة تيلوحها في التيران قرعة كبيرة كيقولوا صباغي الحمير. والله العظيم من عبد العالي المحمدي الدفاع جا 4-0 فارس ضرب جلبيوس عسيلة ضرب بيتو روبرت رابا هرس الحارس المعشاوي واحد كوفر ضرب عليه 90 كتعرفوا روبرت رابا المحمدي هو اللي علم بلاتيني كوفرات كانوا كيديروا دوك لي مانكا كيديروا الباك كيديروا دوك لي مانكا مصاوبينهم طوال وكيتيرين فوق لي مانكا هو اللي علم بلاتيني كوفرات 90 روبرت رابا. كانت الجيش لا بغيتي تطحنها الجيش الملكي لا بغيتي تطحنها هو انت تقول علاش كاجينا على الصبا والقبيله كيكعاو هذوك العسكر تيطلعوا يلعبوا بغيت يضربوا تيخرجوا بالحمره صح لاعب تبع 10 ولاعبين 6 والله العظيم الاخوان نكذب عليكم كل لعب الجيش وبدا الجمهور يقول علاش كاجينا على الصبا والقبيله ولا شي واحد يحتفل ورجه وقول لهم حصل حمار حصل حمار تيكعاو هذوك البيليتير تيطلع يبغى يضرب يخرج من الحمره. بالنسبه للمغرب الفاسي عندهم واحد النفار كتسمع النفار الماس 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 مولانا لا مولاي ادريس مول القبه الخضراء واش مولاي ادريس غادي يضرب عليك الشبكه شايل لا مولاي ادريس جمهور ديال محمدية كانت لعبة مع الفريق الوطني فرشا ميكال شد عبد اللطيف عطاها الخو دريس حدادي هزات خارج ضربها عليه براس والجمهور محمدية اش كيقول الله الله يا شباب والمغرب في العدد بحال حنايا بحال المحمدية المانيا الشرقية الله الله يا شباب جامعة قوادة وكيبركوا على الجامعة محمدية عنده واحد الجمهور كتسمع فارس بلادي عسيلة والحدادي لا تلومهم في الشبكة انا في عاركم وعسيلة مشى ورجع والحارس الدول وجع والاربيط داريش كيدور الاربيط والاربيط والحمار وكلب القرنة وعنده ترمى مشى حمامة فيها عدمة والاربيط والحمار وكلب القرنة وعنده ترمى مشى حمامة فيها عدمة والاربيط ما تيديهاش وكان مسكين لاعب الماتش عاود كتمشي تلعب تاني مع تتلعب مع نادي المكناسي داك الغويني ويا ما تحميد دوش ويا ما عزيز الزيدي مسكين كانت الكرة كتسمع منين انت او سيدي قار سيدي قار سيدي قاسم او دمتر 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 واح احنا تنقولوا محمدي او دمتخ دابا تخسر لعبات المغرب الفاسي مع تيحة سيدي قاسم وخسرات القاسميين كان عندهم داك الدليمي كتعرفوا الدليمي كان الكارت كور ديال الملك كان هو البريزيدون ديال سيدي قاسم كان من سيدي قاسم وباه وكانوا محيحين كان واحد الاربيط صاحبي ديال توش يلعب سيدي قاسم كيدي واحد الراية داير فيها زرواطة والله العادي بالراية خاصة هذا ملعب سيدي قاسم باش يدافع على راسه عربيط ديال التوش عنده واحد الراية دار فيها زرواطة
عاطي خباي هذاك الجمهور هذا المغرب فاسي وما يحصل الفواسه مين تا من سيدي قاسم والله تا من سيدي عاصم دوز هاد الجهه من سيدي قاسم ولا سيدي قاسم والله تا من سيدي عاصم انا دوز هاد الجهه مين تا اجي اجي الفيري دوز هاد الجهه واش انت من سيدي قاسم والله تا من سيدي عاصم دوز هاد الجهه هذي وبدات عملية ديال ذو الشعارات ديال الكوكب المراكشيين هالكوكب هالكوكب نسلو الله ينعل دين طبابن طبون مكم يا ولاد القحاب اللي كتزنباو نزل ولا غنزل على الزمل بوك يا ولاد القحاب زبي هاك اخويا بوسطه نكمل لي تزامبا نضرب طابور مو غادي نصلي على السكه ديال الزكور بالي ديال الزكور غنطفيهم ليه هاك اخويا بوسطه نكمل ها لي تزامبا نزروات القحبه دمو هاك اخويا بوسطه الماي اش قلتي انا اخي الله يحفظك يا اخويا والله العظيم شوف انا راه مغربي كنسمي راسي الموسوعه الثقافيه الشعبيه المغربيه تاريخ تعقلوا على البعلاني واحد الشمالي راه كان كيدير المفاتيح السبعه كان واعر في التاريخ والحضاره المغربيه فهمتي علاش لان الذاكره الله سبحانه وتعالى عطانا الذاكره قويه بحال شي كمبيوتر ما كتنساش لان الماضي التركيبه تاع الماضي والحاضر والمستقبل حنا كمغاربه الحمد لله كنفتخروا كنتعزوا واخا كبرنا في ظروف معينه ولكن كنبقى كمغربي انا كنعيش في امريكا 20 سنة 29 سنة والعربية ما تلفتهاش فرنسا كيدوز عام عامين تيقول لك انا ما نمشي للمغرب ما هضرش بعربية انا انتم خواتات نجيب لكم باكية تاتاي وكيبقاو يتعوجوا والله العظيم كتشوفوا ديك صحاب فرنسا هولندا انجلترا ضرب ما كملش عام عامين كيتلف كلشي قال الحمد لله كمغاربة تنهضروا بالشمالية طالعين غنمشيو للبحار انا راه تحيا انا ودوز لتطوان وتطوانيين تيشكلوا يقول لك عندنا العرس نهار الجمعه مع الجلول كاين الجلول عند العرس فهمتي تم جاي العقل جيتنا واحد فاس هضر لك الفاسي ايوا شويني في ايوا شويني في كدجاجه ايوا سايل لها مولاي دغيس اش غادا طاحت ان شاء الله يا ولد.